بعد الجزء الأول والجزء الثاني من تاريخ مليانة، هذا الجزء راح يكون على أشهر معالم مدينة مليانة اللي هو السور الروماني، ونزيد نشوفه مسجد سيدي أحمد بن يوسف، وراح تعرفوا علاش يقولوا للشهيد علي عمار يعيطولو علي لابوينت، وش يقصدوا بلابوينت. تبعوا معايا، راح نولي للزمان الماضي بالضبط في وقت الرومان. بعد ما استولوا الرومان على مدينة مليانة عودوا بنوها كامل ووسعوا فيها، ولكن الرومان ما داروهاش مدينة، داروها حامية اللي يديروا فيها الجيش تاعهم، ولأنه أيضا موقع تاع هذه المدينة كان عالي، ولأنها يعني حصن محمي طبيعيا. دونك كيفاش داروا؟ كي شافوا انه من الجهة الشرقية كاين واد، وايضا من الجهة الغربية كاين واد، ومن الجهة الشمالية كاين جبل زكار، اما لا داروا هاد يعني في الجهة الجنوبية داروا السور اللي ولاو يقولوا له السور الروماني، هذا اللي راكو تشوفوه فيه. دونك هاد السور يعتبر احد اشهر معالم مدينة مليانة، وهو ملتقى الاصدقاء والعائلات وين يتجمعوا فيه، ومن هاد السور رايح يمد رؤية بانورامية، اون فيو بانوراميك، وين راح تشوفوا خميس مليانة، لانه مليانة راهي هنا في العلالي منين راني نفيلمي، والخميس مليانة راهي لتحت، هادي اللي راهي مقابلتكم. وعلاش يقولوا لها خميس مليانة؟ لأنه في الماضي كان السوق يفتح كل يوم خميس، ما لا هذاك المكان ولاو يعيطولو خميس مليانة. شهيد الوطن علي عمار هو وليد مدينة مليانة، ويقولوا له علي لابوينت. علاش علي لابوينت؟ لأنه كان يجي يريح هنا بزاف في هذا المكان ويتجمع مع صحابه، ما لا ولاو يقولوا له علي لابوينت نسبة لهذا المكان. قبل علي لابوينت هذا المكان كانوا يقولوا لها لابوينت دي بلاغون، لأنه نابوليون في وقته كان يجي يريح في هذا المكان ويقصر ويدير دي بلاغ، عليها ولاو يقولوا لها لابوينت دي بلاغ. بعدها باش جات ولاو يقولوا لها لابوينت تاع علي. بعد قصة السور الروماني هنا راح نشوفو مسجد سيدي أحمد بن يوسف. هذا المسجد هو مسجد تاريخي يعود إلى العهد العثماني، يقع في مدينة مليانة ولاية عين دفلة الجزائر. تبنى هذا المسجد عام 1774 ميلادي على يد الباي محمد بن عثمان الكبير اللي كان أنذاك باي وهران، وذلك قرب ضريح وزاوية سيدي أحمد بن يوسف. شكون هذا أحمد بن يوسف؟ أحمد بن يوسف الراشدي هو من أشهر مشايخ الصوفية بالجزائر، اشتهر بمعارضته لحكام الدولة الزيانية بالمغرب الأوسط وتحالفه مع الإخوة بربروس والبحارة الأتراك. توفي عام 1526، لذا أمر محمد الكبير باي وهران سنة 1774 ببناء ضريح له، أما الزاوية كانت من أجل التربية والتعليم وحفظ القرآن، وتخرج منها العلماء والمصلحين وساهموا في نشر وتعليم الإسلام.